في الأيام دي، وفعلا لمسنا حضور ربنا وهنلمسه أكتر كمان الليلة دي. ربنا يدينا لقاء حقيقي معاه. أمين أمين أمين. كل مرة بتقابل مع الرب بركة لحياتي وببارك الله. اليوم جايين نبارك الله، جايين نكرم الرب، جايين وعنينا عليه زي كل يوم، نعطيك المجد والكرامة كملك عظيم تسود في وسطنا. احنا جايين نرفعك ونعطيك مكانتك، جايين منستقبل اللي على قلبك لنا، جايين ومنكون حقيقيين. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب خبر بيّن محبته لنا، إذ ونحن بعض خطاط مات المسيح لأجلنا. وهو ذاته المسيح المحب، نجتمع زي ما صلى حضرة القسيس، زي ما هو مكتوب باسمه، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، باسم اللي مات، باسم اللي أحب، باسم اللي خلق، باسم اللي صور، هناك أكون في وسطهم ويسكن وسط التسبيح. وهو شايف قلبك وقلبك وقلبي وانت بتقدم الذبيحة، قدمها بصدق. قل يا رب أنا مش قادر، قل يا رب أنا جاي أباركك رغم أنه كل عيوب، يمكن أنا جاي مركز عليك وعارف أنه عندك دوائي وحل كل مشاكلي. أنت حلو، أنت رائع، أنت جميل، أنت مبارك. إبليس مرات بيصور الأمور بطريقة مختلفة، فالعيان بيبان الأمور واقع. المنطق السليم بيقول أنه التيار جارف، لكن روح الله يقول أستطيع كل شيء في المسيح. الله يدعو الأشياء الغير منظورة وكأنها منظورة. فمن فضلك ادعو الله الآن واستقبل بإيمان، استقبل بإيمان. له يا رب أنا بباركك، أنا اليوم بعليك، أنا اليوم بحييك، أنا اليوم بقول لك تفضل زورني زيارة خاصة، تلامس معي، أنت بتعرف حاجتي أفضل مني. وأنا بسبحك وبباركك، أعلم دائما أنك إله معطاء ستباركني. أمين أمين أمين. نباركك يا مليك المجد. مكللا ببهاء عظيم القوة
شعب الرب يقول ما 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 انسى المرنمين، انسى الميوزك، حاولت مرة تطلع من نفسك وتعبد الإله الحي، هو روح، تحتاج أن تعبد بالروح والحق، ركز عليه، اطلع من نفسك، اعبد يسوع رب المجد، قوله مستحق كل المجد، ينبغي أنك وحدك تزيد وأنا أنقص، كل ركبة تسجد ليك. إذا اليوم ما بتسجد للرب سجود حقيقي، مش إنك تحني راسك ولا إنك تركع، مع إنه هذا شيء طيب شيء جميل، لكن إنك تسجد للرب، أن تعبده أيام غربتك، كل أيام حياتك على الأرض، أنت ملك للذي اشتراك،
وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. حتى تكون مش ملك لنفسك، اعبد الرب بفرح بطيبة قلب، رنم للرب ترنمة جديدة من القلب من الحب خالص مستحق. مستحق كل المجد يا يسوع، اكرم الرب من فضلك. مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك. مستحق خليك
قبضة ايدك تحمينا انا وخوتي تخلينا قبضة ايدك تحمينا انطق ابليس ضوجة وما يقدر يفوت حلقة عالي وعالي وعلينا احنا ولادك عد عينا احنا ولادك عد عينا يا ربنا نتمنى رضا إلهنا الغالي محلاك عالي وعالي علنا على مستوى اسم الرب صلي هكذا والقلان يا راعي بارك شعبك صلي هكذا والقلان يا راعي بارك شعبك اقشعنا طيبة قلبك أشقد حلوة عشغيتك عالي وعالي وعلينا احنا ولادك عد عيناك عالي وعالي وعلينا احنا ولادك عد عيناك يا ربنا نتمنى رضاك إلهنا الغالي محلاك عالي وعالي وعلينا مستحق مش كده لك يا سيدي كل المجد مش هيك لك يا سيدي يا بسمتي يا فرحتي أقدم تسبيحتي لك يا سيدي لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي وكل طير في السماء والصغر في أبصاره لك يغني باسما وكل طير قول معانا وإن ضللت دائما
لك يا سيدي، لك أنا بجملتي، يا ملجئي وراحتي. قول معي من قلبك، لك يا سيدي، لك أنا بجملتي، يا ملجئي وراحتي. سلم الرب طريقك وأعطيك أمل الكبار. انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك، وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطنا حرام والدمع دوينا الهزام، اكشف لنا فين هو عذاب واحفظنا من لصوص. يا عالي يا شعبك القدس، عمل صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك للخصص، شعب المسيح مفروس، وعشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ما هوش حق، هنرفضه ونقول له لا، ومن الوصايا اللون. يا شكلنا لا احنا عملك يا جميلنا، لنا كرامة تعملنا بروحك القدوس.
الشموس ونعيش عشان نخدم شخصك. كل اسمك شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محفوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس شعبك هنا واقف امامك جاي بهبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بيوت عبيدك تحفظها تمد ايدك وتصونها صوت الترنم يغمرها تيجي بحضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالي تسمع لشعبك عجائب وتحفظه في التجارب. ابليس يعود مدعوس. يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس شعبك هنا واقف امامك جاي بهبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها ايادينا لا تخصنا قدست السيرة. ماهيش غنى وفلوس ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم ونعديها لكن قلوبنا ما تبغيها عبر بعزم الدوس. شعب المسيح يرن شعب المسيح يرنم ويعلي وتافه بجناه الرب مكرم بجمال وصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي وتافه بجناه الرب مكرم بجمال وصافه. الله محبة وحبه ويشفل علي وأمنته ثابته وحقه جيل بعد جيل. الله محبة وحبه ويشفي العليم وأمنته ثابته وحقه جيل بعد جيل. يبعد في الصيف سحابه في الشتا ملجأ للأحباب. يبعد في الصيف سحابه في الشتا ملجأ للأحباب. دم اللسان عشان أعظم دليل. شعب المسيح يرنم ويعلي هتاف علو هتاف شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه بجناه الرب مكرم بجمال أوصافه. الله عظيم ومجده غطى السحاب اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. الله عظيم ومجده غطى السحاب اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. يجمع شعبه يغنوا ويفرحوا في القرب منه. يجمع شعبه يغنوا يفرحوا في القرب منه. ومدام هو في وسطهم فتفوح الأطياب. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بجمال وأوصافه. شعب المسيح يرنم ويعلي هتافه في غناه الرب مكرم بجمال وأوصافه. الله في الحكم عادل
ينصف المظلوم وعني كشف الحقائق والكل معدوم. الله في الحكم عادل ينصف المظلوم وعني كشف الحقائق والكل معدوم. هفضل اهتف واغني حتى من قلبي سجني، هفضل اهتف واغني حتى من قلبي سجني، إلهي حي ويسمعني ويزيل الغيوم. شعب المسيح برد يعلي وتاب هللويا شعب المسيح يرنم ويعلي وتافه في غناء الرب يكرم بجماله وأوصافه. تفضل ارتاح. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل لقبل إيديك الممدودة لنا بحياة. رافعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل لقبل إيديك دلنا حياة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة. ملناش غيرك انت إلهنا الحي، بنترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة. انت الإله اللي قلت لن يخزى منتظريا، منتظرة نفسي ورشاوت في الحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قلت لن يخزى منتظريا، منتظرة نفسي ورشاوت في الحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدان اللي زل ولا تنساش اللي دا. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية، وامسك إيدان اللي زل ولا تنساش اللي دا. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى، يا أمانة توبنا ليك وفض علينا بنعمة، تخلي شوقنا إليك بحب الإله. يا أمانة توبنا ليك وفض علينا بنعمة، تخلي شوقنا إليك بحب الإله. ملناش غيرك انت
إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة بلاش غيرك انت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وشفي المطروح وكل من صدق إنك شفاء عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وشفي المطروح وكل من صدق إنك شفاء ملناش غيرك إنت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة ملناش غيرك إنت إلهنا الحي بنترشى جايين ناحية قلبك بابا الكل بنحنا صلاة عزي المحسن وزين منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسنا فوق الشفاء عزي المحزون وزين منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسنا فوق الشفاء إلهنا الحي بنتركه ميت ناحية قلبك بابا كل النعمة صلاة ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترشى بابا الكل النعمة صلاة يا ابانا يا متكلا من غيرك انت يا حي ومن يجدد املنا الحياة في ملء الرضا تذكروا ترنيمة إن ضليت عن الطريق وليسوع رح نختم هاي الفرصة بهذه الترنيمة وبعدين رح نتابع البرنامج ونرجع نرنم للرب ونعظم إلهنا الليلة رح تكون ليلة مجيدة مين متوقع بإيمان مين منتظر الرب بأماني في ناس طب مين مش منتظر الرب جاي بس يتفرج ويمشي ارفع ايدك وشوفني بعد الاجتماع أكيد ما فيش حد أمين باسم يسوع رب يحقق أشواقك وأشواقك اليوم مين في غيره بتشاف مين غيره بيشبع القلب احنا معانا اليوم الرب ومعانا خدام مباركين معانا ناس هتتكلم بكلمة الحياة يا رب افتح أذهاننا وعيوننا وبصيرتنا نشوفك ونتلامس معاك ومع كلمتك ونتغير في محضرك نتغير لا نخرج كما دخلنا باسم يسوع إن ضليت عن الطريق قول أيوة قول أمين صدقني قول يسوع بس أحلى اسم قول يسوع يسوع
الطريق. إن ضليت على الطريق قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع، قول يسوع، 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 شاور عليه يسوع. هللويا، أنت الطريق يسوع، هو الطريق. قلبي عايز تعرف الحق، قول يسوع، قول يسوع، 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 فيسوع هو وحده الحق، فيسوع هو وحده الحق. قول يسوع، 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 فيسوع هو الحياة، هو الحياة، فيسوع هو الحياة. قول الضعيف وعظيم القوة، قول يسوع، يسوع، قول يسوع، 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 فيسوع قوتنا، فيسوع قوتنا. المريض صاحب الداء يقول يسوع، قول يسوع، 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 محتاج راحة وأفراح، قول يسوع، قول يسوع، 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 فيسوع التعزية، يسوع التعزية. وتحبيت تشهد يسوع، 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 فيسوع نور السماء، فيسوع نور السماء، فيسوع هو الطريق، فيسوع هو وحده الحق، فيسوع هو الحياة، فيسوع قوتنا، فيسوع شفاؤنا، فيسوع التعزية، فيسوع هو الإنجيل، فيسوع نور السماء. يسوع، 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 هاللويا، لك كل المجد، مبارك اسمك. Good evening. So again, it's a real privilege again to be here this evening. وكمان مرة تاني بهذا امتياز لإلي حتى أكون معكم في هذه الأمسية. It's a little unexpected. شوي مش متوقع. But it's a joy again. ولكن بالنسبة لي هذا فرح جديد. How many
love the Bible? كم واحد منكم بيحب الإنجيل؟ Wow. You know, maybe you say yes because you're in the church. يمكن عم تقولوا نعم لأنكم أنتم في كنيسة. Well, I do believe you, but you know, I go sometime in public school. أنا بصدقكم بس تعرف أوقات بروح على مدارس public. Here in Quebec. هون في كوبيك. I ask the same question. وبسأل نفس السؤال. I have a total different answer. وعندي بتلاقي بجواب مختلف تماما. It's a straight no. وهو لا دغري. For many people, the Bible is a very boring book. لكثير من الناس الإنجيل هو كتاب ممل. And then I ask them, well, have you ever read it? وبعدين بسأل هل سبق وقريت الكتاب المقدس؟ Then they tell me no. بيقولوا لي لا. This is why it's so boring. مشان هيك هو ممل. Even here in Quebec, sometimes people tell me the Bible. Oh, you need to read that between the lines. حتى هون في كوبيك الناس بيقولوا لي الكتاب مش مضطر تقرأ كله بتقرأ بس بين السطور. But it's hard to understand when you read it between the lines. بس ما فيك تفهم الكتاب المقدس إذا قريت ما بين السطور فقط. I hope this evening, as you realize also, when you start to read these story, these true story that happened in history. وبتمنى إنه اليوم نحن ندرك إنه لما نحن عم نقرأ قصص إنه قصص حصلت في الكتاب المقدس من زمان. It's alive. وهو حي هالقصص هاي. But the Bible is much more than just a storybook. ولكن الكتاب المقدس هو أكثر من قصة. When you start to put your faith in God's word. لما تبلش تحط ثقتك في كلمة الله. Then all the promises apply. And it becomes alive. فإذا ساعتها كل الوعود بتصير حية وبتصير في حية قدامك. So this evening, this is what I want for each one of us. So we take what happened in history, and we put our faith in it, and we also live it. وهيك اليوم رح نشارك معكم كيف القصص الموجودة بالتاريخ اليوم نعيشها وتكون حية بحياتنا. So we'll close all the lights. رح نطفي الأضوية. We'll hit play. And close all the lights. من السماء نظر إلى أسفل. He looked down to see if there were any who seek him, any who loved him. نظر ليرى هل من يطلب الله. But everyone went on their own way without thinking of him. ولكن كل واحد مال في طريقه. God so loved the world. ولكن الله أحب العالم هكذا أحب الله العالم.
He sent his only son. حتى أرسل ابنه الوحيد. And as Jesus came here on earth. ولما إجا الرب يسوع إلى هذه الأرض. He walked among us. مشي بيناتنا. And he went through villages, cities. كان يروح إلى مدن إلى قرى. And he talked about his the father of the kingdom of his father. وكان يتكلم ويتحدث عن أبوه. And he healed those who were sick. شفى اللي عندهم أسقام وأمراض. The blind will see again. الأعمى صار ممكن يرى ثانية. The lame will walk. والأعرج يمشي. But in spite of all these miracles, many choose not to believe in him. لكن كثيرين رغم هذه العجائب اللي عملها قرروا أن لا يؤمنوا به. And we had different opinion on who Jesus was. وعنا أفكار مختلفة عن من كان يسوع. And people had different opinion, and some said that Jesus was even demon possessed. One day, as Jesus was walking with his disciples, يوم الأيام لما كان يسوع ماشي مع تلاميذه, asked them, "What does people say I am?" وسألهم مين الناس بيقولوا عني من أنا؟ "Oh, Lord, some say you are a prophet." وجاوبوا قالوا له يا رب البعض عم بيقول عنك إنك أنت نبي. "Or Elijah." أو إيليا. But then he then turned to them and he said, "But you, who do you say I am?" ولكن التفت إليهم وقال لهم أنتم من تقولون أنا هو. Then Peter, one of the 12, says, "O Lord, you are the Son of the Living God." وبطرس واحد من 12 قال له يا رب أنت ابن الله الحي. This is why they wanted to get rid of Jesus. مشان هيك أرادوا إنه يتخلصوا من يسوع. And so one evening, as Jesus was in the Garden of Gethsemane, Judah. وفي أحد الليالي لما كان الرب يسوع في بستان جثماني يهوذا. Judah came and betrayed Jesus with a kiss. يهوذا إجا وخان الرب يسوع المسيح في قبله. And they brought him before Pilate. وأخذوه قدام بيلاطس. And then they said to him, "Crucify him." وصاروا يصرخوا إليه اصلبه اصلبه. Then Pilate. Then Pilatus. Pilate, washing his hands, gave them Jesus to be crucified. غسل يديه وقدم يسوع للصلب. So there, Jesus carried his cross to the mount called Golgotha. وهناك رأى يسوع حمل صليبه إلى الجثة. And there, he took Jesus' hands and feet and nailed them to the cross. وأخذوا يدين الرب يسوع وسمروهم على الصليب. The soldiers also condemned two criminals on each side of Jesus. والجنود أيضا أدانوا لصين من حول الرب يسوع المسيح على الصليب. One on his right and one on his left. واحد على يمينه واحد على شماله. There Jesus stood faultless between these two criminals. هناك الرب يسوع كان مصلوب كان بلا لوم أمام هؤلاء الصليب للصين. And many of those who walked and passed by start to mock at Jesus. كثيرين اللي كانوا موجودين وعم بيتفرجوا على حادثة الصلب صاروا يسخروا من الرب يسوع. Hey you Jesus, you save others, save yourself. أنت يا يسوع خلصت آخرين, خلص نفسك.
there, just beside him. وهونيكي بقرب الرب حد الرب. There was this criminal. كان هذا اللص. He also joined the crowd as they mocked Jesus. Taking his breath. Hey, you Jesus. صرخ إلى الرب يسوع وقال له. Jesus, you save others. Save yourself if you're truly the Christ. واحد قال له إذا كنت أنت المسيح ابن الله خلص نفسك خلصنا وخلص نفسك. Save yourself and save us. خلص نفسك وخلصنا. Come down from your cross and we might believe in you. خلص آخرين هل يقدر أن يخلص نفسه؟ There, just on the other side. هونيك من الناحية الثانية فقط. But also this criminal. كان موجود اللص الآخر. And who has also parts to have part with these mockeries. يمكن كان من بين الأشخاص اللي كانوا عم بيستهزؤوا أيضا بالرب يسوع. Suddenly he stopped mocking Jesus. ولكنه وقف يسخر من الرب. And then he turned on the other one on the other side. وسمع اللص الآخر عم بيحكي هذا الكلام. Hey you. Hey you. Don't you have any fear of God? قال له ألا تخاف الله؟ Don't you fear God? ألا تخاف الله؟ Here we are because of all that we've done. نحن نأخذ جزاء ما نستحق. But Jesus, Jesus, He's done nothing wrong. ولكن هذا لم يفعل شيء بغير محله. Oh, I've caused so many trouble. أنا كنت عندي مشاكل كثيرة. I've hurt so many. وأذيت آخرين. Will it ever be possible for me to be forgiven? هل من الممكن إنه أنا يغفر خطاياي؟ But Jesus, He took care of those around Him. ولكن رب يسوع اهتم بال. Forgave them. وسامحهم. But He forgave them. Oh, Jesus. Jesus, please remember me. صرخ اللص على الصليب وقال له يا رب يسوع اذكرني. الحق أقول لك. Today you will be with me in paradise. اليوم تكون معي في الفردوس.
between these two criminals. رب يسوع اللي ما عمل ولا خطيه كان عم يلام بين هودي اللصين. And there he took on his shoulder the weight of our sin. حمل على اكتافه ثقل خطيتنا جميعنا. For God so loved the world. لانه هكذا احب الله العالم. And he gave his only son. حتى بذل ابنه الوحيد. That whosoever believes in him will not perish but have eternal life. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. Oh Father, it is finished. قد أكمل. Into thy hand I commit my spirit. بين يديك أستودع روحي. And suddenly, the sky darkened. ونهار الأحد. And the veil of the temple rent, top to bottom. سياج الهيكل انشق من فوق إلى أسفل. There, just near the cross. وهناك قلب الصليب. There stood this soldier who participated in the crucifixion. كان واقف الجندي اللي كان عم بيشارك في الصلب. And when he saw the way that Jesus died on the cross. لما شاف كيف مات الرب يسوع على الصليب. He said. قال. Truly, this man was the Son of God. حقا هذا الإنسان كان ابن الله. كل اللي كانوا يتبعوه بهداك الوقت كان بالنسبة لهم كل شيء خلص انتهى. So they took the body of Jesus and there they laid him in the tomb. فأخذوا جسد الرب يسوع ووضعوه في قبر. And rolled a big stone over the entry. ودحرجوا الحجر الكبير على هذا القبر.
كان الرب يسوع واقف بين هول الصين. Not only Jesus stood between this criminal, but he also came and walked among us. مش بس كان بين هول الصين ولكنه أيضا كان إجا ومشي بيناتنا. Now always remember the very first time I did this presentation in this public school. بتذكروا لما قلتلكم عن المدرسة لما قدمت هالبرزنتيشن بهالمدرسة هاي. At the end of the presentation, this little hand went up. It was a little girl, 8 years old. واحد من الأولاد كان عمره 8 سنين. She asked me, "Mister, why him and why not him?" وقالت سألتني قالت لي يا سيد ليش هيدا اللص مش هيداك. There is no difference between these two. ما في فرق بين الاثنين. I realized these three little lines I drew are the most important line I ever drew. هول الثلاث الأسطر اللي عملتها هن كتير مهمين. But the Bible tells us in the story also this one about Jesus. والقصة بتقلنا بالكتاب المقدس إنه هذا الشخص تكلم مع الرب يسوع. But something happened into his heart. قبل ما يحكي مع الرب يسوع في شيء حدث في قلبه. And he stopped to mock Jesus and he turned to him and he said, "Hey, don't you have any fear of God?" وقبل ما يحكي مع الرب يسوع حكي مع هيداك اللص وقال له ما ألا تخاف الله؟ It's one of the greatest preachers that ever lived because the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. وهذا كان من أعظم المبشرين فينا نقول لأنه بحسب ما تقول كلمة الرب بدء الحكمة مخافة الرب. And then, just beside him was the way, the hope, the love, the forgiveness, and he turned to Jesus. وكان حده كل الحكمة والمحبة والغفران موجودة بشخص الرب يسوع المسيح. And he said, "Please remember me." وقال له اذكرني متى أتيت في ملكوتك. One of the most profound prayer that a human being can pray. من أعمق الصلوات اللي ممكن حدا شخص بشري يصليها. What he was saying is, "Lord, I've done nothing worthy to get to heaven." كان كأنه عم بيقول له يا رب أنا ما عملت أي شيء بستحق لحتى روح إلى السماء. But please, Lord, just remember me. ولكن فقط يا رب اذكرني متى أتيت في ملكوتك. And he turned to him and he said, "Truly, today you'll be with me in paradise." وبهذيك اللحظة الرب التفت إليه وقال له الحق الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. And so I hope this evening. وأنا بتمنى هيدي الليلة. You make a decision on which side do you stand. وتاخد قرار من أي ناحية رح توقف بأي صف رح توقف. Now I'd like to invite Pastor سامح. بدي أعزم الأسيس الأخ سامح. And while he comes, I would like to leave you with the very words of Jesus. And while Jesus was walking with his disciples. لما كان الرب يسوع عم يمشي مع تلاميذه قال كلمات. He said to them, "There is no greater love than to give his life for his friend." ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. This is exactly what Jesus did. He gave his life for his friend. هذا بالتمام فعله الرب يسوع المسيح قدم نفسه وحياته من أجل أحبائه. You know like me that friendship is something that goes on between two persons. وبتعرفوا إنه الصداقة هي والمحبة هي بين شخصين. And that friendship only now depends on you. وهذه المحبة اليوم هلا مبنية عليك. I'd like to invite the pastor to come and just to also reflect on the love of Christ and let him share with us about his love. رحطوا من الأسيس سامح يتفضل ويشارك معنا أفكاره عن المحبة المسيح. الصورة دي بتقول اني بحبك. الصورة دي بتقول رسالة واحدة، جملة واحدة، كلمة واحدة، اني بحبك. كل المشوار دون اللي مشي يسوع ويجي من السماء للأرض عشان يقول لك بحبك. والألام بتاعت الصليب واللي شافه المسيح على الصليب عشانك انت بالذات. مش كده؟ نفسي قبل ما نسمع كلمة ربنا نفسي نغمض عينينا دقيقة. الصورة الجميلة اللي شفتها دي وأعجبت بيها دي عشانك أنت، دي عشانك، عشان يقولك أنا جيت من السماء للأرض علشان أروح للمكان دون،
عشان أخد خطيتك وأحطها علي وأصير خطية وأصير لعنة من أجلك. المسيح يا جماعة ما حملش خطيتنا، ده غلط. المسيح صار خطية لأجلنا، ده فرق كبير بين الاتنين. مش حاجة شالها ورماها، ده هو صار نفسه خطية، صار نفسه لعنة من أجلي ومن أجلك. مش كده؟ غمض عينك في اللحظات دي، قول يا رب أشكرك على الحب دون. النهاردة تقدر تختار تقف في أي حتة، تبقى زي اللص ده وبتقول له اذكرني يا رب، ولا تبقى بتتريق ومش واخد بالك، مش فارق معاك اللي المسيح عمله. ده اختيارك النهاردة. مقدر اللي يسوع عمله من أجلك؟ مقدرة. اشكره النهاردة، اشكره. ولو ما كنتش قلت له الكلمات والصلاة اللي صلاها اللص، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، تقدر تقولها له الليلة. تقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ما عايز أبقى معاك، أنا بقبل عملك على الصليب، بقبل موتك من أجلي، بقبل إنك خدت مكاني وبتديني مكانك الليلة. ما تضيعش الفرصة، ما تضيعش الفرصة دي. الصورة دي ربنا عايز يقولك إني بحبك. مش كده؟ لو دي صلاتك النهاردة، لو ما كنتش صليت الصلاة دي قبل كده، لو ما كنتش قلت له اذكرني يا رب في ملكوتك، ما كنتش قلت له ان انا بقبل موتك بدالي، ان بقبل انك انت تشيل عني الخطية ولعنتها، تقدر تقولها له النهاردة. مش كده؟ عايزك لو عايز تصلي الصلاة دي، عايزك تقف في مكانك قبل ما نسمع كلمة ربنا، تقول يا رب انا جاي اديك حياتي النهاردة، جاي اقول لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لو دي صلاتك اقف، لو ما صليتش الصلاة دي قبل كده تقدر تقف تصليها. المسيح على الصليب ما تكسفش ان يقف على مسمع ومرأة من الجميع عشان يقول لك انا بحبك وانا بموت من اجلك. النهارده تقف تقول له انا رب اقبل موتك من اجلي. مش كده؟ لو دي صلاتك اقف، ما تكسفش، قول يا رب النهارده جاي اديك حياتي، جاي اقول لك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود ولأنك حي. أشكرك لأنك جاي تقول لناس وسطينا أنك بتحبهم جدا حتى إلى الموت يا رب، أنك تضع نفسك من أجل كل واحد موجود هنا في المكان ده. إحنا بنشكرك. صلي معايا الصلاة دي، يا رب أنا بديك حياتي النهاردة، وبقبل أنك خدت مكاني وبتديني يا رب مكانتك، وبتديني يا رب لقب الابن أو البنت النهاردة. اغفر كل خطية صنعتها في حياتي. أشكرك لأنك بتكتب اسمي في سفر الحياة. اغسلني بدمك يا رب من كل خطية، وملاني بالروح القدس، قود حياتي الأيام الجاية، بحط حياتي وديعة بين إيدك يا رب. أنت المسؤول عني من النهاردة، ليك كل المجد. آمين. نعرف أن احنا طولنا قوي في البرنامج، بس أنا عندي رسالة في قلبي عايز أقولها النهاردة، فأنتم مضطرين تقعدوا تسمعوا الرسالة، ما عندكوش حل تاني. طب هقرا معاكم ايتين بسرعه من العهد القديم. من سفر التكوين، النهارده في اسئله ربنا هيجاوب عليها بالذات لينا كمهاجرين في البلد دي، وبنعدي بظروف صعبة مختلفة، وعندنا أسئلة كتيرة ومتحيرين في حاجات كتيرة. ربنا عنده إجابة ليك النهاردة، وربنا عايز يقول لك كلمة من قلبه ليك النهاردة، تمسك فيها وتمسك وتطحها وتمشي بيها وتعيش بيها. هقرأ من أصحاح 17، جزء مشهور قوي، من عدد 7، لقاء ربنا بإبراهيم وكلماته لإبراهيم. في عدد 7 من أصحاح 17 بيقول: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. أرض غربتك، أرض كنعان. أرض كنعان ملكا أبديا. هقرأ كمان آية من تكوين 35، عدد 1: ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك، واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب:
لبيته ولكل من كان معه اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم والنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق. يشوع 1:1 وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. وآخر آية من سفر يونان، آيات غريبة قوي بس هتلاقي ربنا بيكلمك فيها وبيجاوبك. 1 وصار قول الرب إلى يونان ابن أمطاي قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. العهد القديم هو التجسيد المادي للقصة الروحية اللي احنا بنعيشها، رمز للقصة الروحية اللي احنا بنعيشها. وربنا كلم إبراهيم إنه يديله أرض كنعان ملك أبدي، بيقول له أرض غربتك، الأرض دي هتكون ملك ليك. تعرفين الشعب عشان يدخل أرض الموعد عدى بثلاث مراحل، وأنا أعتقد إن كل البشرية واقفة في مرحلة من المراحل دي، يعني أنت وأنا وكل واحد موجود، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا على الشاشة التلفزيون موجود في مرحلة من المراحل دي. المرحلة الأولى مصر، في ناس عايشة في مصر، ولا أقصد مصر البلد الجميلة اللي بنحبها وبنموت فيها. مصر كانت بالنسبة للشعب أرض عبودية، عاشوا 400 سنة تحت العبودية مذلولين. يقول كده في سفر الخروج أصح 1 إن جاء فرعون جديد لم يكن يعرف موسى أذل الشعب بعبودية قاسية. المعنى الروحي للناس اللي عايشة في مصر، الناس اللي مذلولة بسبب الخطية، الناس اللي مستعبدة للخطية، الناس اللي إبليس مرر عيشتها، الناس اللي إبليس ذلهم، عايشين في مصر. في ناس عايشة في مصر بتحضر الكنائس، بتحضر الكنائس، اسمهم من الشعب، اسمهم من الشعب، لكن مذلولين مستعبدين للخطية. كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية، أنتم عبيد للذين تطيعونه. في ناس ما زالت لم تختبر أرض الموعد، أرض كنعان، ما دخلتش أرض كنعان اللي هتكلم عنها النهاردة، عايشة لسه في مصر، عايشة تحت العبودية، مربوطة ومقيدة. بس في مرحلة تانية، ناس تانية خرجت من مصر وعايشة في البرية، اتغسلوا بدم المسيح، راحوا للصليب وتابوا وسلموا حياتهم لربنا، وبقى اسمهم مؤمنين، وبقى اسمهم أولاد الله وأبناء، لكن ما زالوا عايشين في البرية. البرية ترمز لإيه روحيا؟ البرية المؤمن اللي عاش في شكوى وتذمر، اللي مش عاجباه حاجة، زي الشعب، عملوا خروف الفصح وعدوا البحر الأحمر وقبلوا المسيح واتغسلوا بدم المسيح، بس عاشوا في البرية إيه؟ متذمرين، صح؟ وفي مؤمنين يا أخي ما تتكلم معاهم اللغة اللي عليهم على طول، التذمر والشكوى، التذمر والشكوى، لم يختبروا أرض الموعد بعد، لم يدخلوا كنعان، لم يمتلكوا كنعان اللي ربنا عايزك النهاردة تمتلكها. مرحلة قعدت 40 سنة في البرية التذمر، أنا ما عرفش تبقى لك كم سنة في الإيمان. في حياتك ترنيمة ولا حياتك بس شكوى ومآسي ومحتاج والمرض والفلوس والشغل والبيت والمورجج؟ مؤمن براوي، مؤمن بتاع برية. في مرحلة بقى تالتة حلوة، بدايتها حلوة، دخول أرض كنعان، لما الشعب دخل الأرض. في بداية دخول الشعب الأرض كانوا جمال جدا، فرحانين باللي ربنا بيعمله، في مؤمنين فرحانة بربنا، في مؤمنين ماسكة في ربنا، في مؤمنين ماشية ورا ربنا. بس في مرحلة رابعة بقى للمؤمنين دول، بدأت في النص والآخر في وجودهم في أرض الموعد، اسمها مرحلة السبي. في مؤمنين في بلادهم كانوا حلوين قوي، بس لما هاجروا سبيوا، سبوا. عارفين زي مين؟ فاكرين ديماس؟ كان بيخدم مع بولس، بعدين بولس يقول عنه كده تركني لأنه أحب العالم الحاضر، حب العالم، شهوات هذا العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة سبته، كندا سبته. مسبي أيا كان كنت في مرحلة من المراحل دول، سواء كنت في مصر بعيد عن ربنا خالص مذلول ومستعبد للخطية، سواء كنت مؤمن بتشتكي براوي عايش في البرية، سواء كنت مؤمن مسبي، ربنا النهاردة عايز دخلك أرض كنعان، أرض الموعد. قبل ما أقول إزاي ندخل الأرض وربنا هيكلمنا في حاجات تفصيلات لحياتك النهاردة،
ترمز ليه أرض الموعد دي لربنا؟ إيه يعني؟ إيه الحلو اللي فيها أرض الموعد دي؟ ما احنا كويسين في مصر، كويسين وفي السبي كويسين، بناكل وبنشرب وبننام ونربي العيال. ايه ليه انا محتاج ادخل ارض الموعد؟ ارض الموعد ليها ثلاث معاني. ارض الموعد، ارض كنعان في كلمة الله، ليها ثلاث معاني. اول معنى لارض الموعد اللي انت محتاجه بكل تأكيد، ارض الراحة، اسمها ارض الراحة. ارض ربنا عايز يريحك فيها من كل اتعابك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. ارض راحة ليك. فين يقول كده؟ أقسمت بذاتي ألا يدخلوا راحتي. فأرض كنعان ترمز للراحة، الراحة الروحية، التعزية، الراحة الجسدية، الراحة النفسية. ربنا عايز يشفي نفسيتك المتعبة والحزينة، ربنا عايز يكسر قيودك واستعبادك للخطية. أرض راحة، ربنا عايز يريحك في الحتة دي. لكن كمان كنعان مش بترمز بس للراحة، لكن ترمز لاختبار حضور الله، وده أعظم اختبار في الحياة، انك تختبر حضور ربنا في حياتك. زمان الشعب وهو ماشي لما كانوا في البرية كانوا بياخدوا التابوت اللي هو رمز لحضور الله ويتنقلوا بيه ويحطوه في خيمة وكده. لكن لما دخلوا أرض كنعان بنوا هيكل وحطوا في الهيكل تابوت العهد. ويقول الكتاب في سفر الملوك انه في اول خدمة لما تحط التابوت بيقول كده ان السحاب ملأ البيت ومجد الله حل في البيت لدرجة ان الكهنة لم يقدروا ان يقفوا للخدمة لان مجد ربنا حل. في مؤمنين بتوع البرية مش مختبر حضور ربنا، مش شايف محبته ولا عظمته ولا سلطانه ولا تدخله في الأمور. أرض كنعان أرض هتختبر فيها وعينيك هتشوف ربنا، تختبر حضوره الإلهي. لكن كمان أرض كنعان أرض الثمر. يقول عن الأرض دي تفيض لبنا وعسلا. أرض فيها ثمر. ربنا ما عندوش ولاد عواقر، ما عندوش ناس عاقر، ما عندوش. عايزك تثمر، عايز يشبعك وعايز يشبع بيك آخرين، وعايزك تبقى مثمر. يقول كده: أنا أقمتكم واخترتكم ليه؟ لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم فيكم. قصة حياة الإنسان في الثلاث حاجات دول. اللي عايز فعلا يعيش الحياة يدخل أرض كنعان، اللي عايز يختبر ربنا يدخل أرض كنعان، اللي عايز يشفى نفسيته تشفى يدخل أرض كنعان، اللي عايز يبقى مؤمن مثمر يدخل أرض كنعان، اللي عايز يتفك من العبودية القاسية بتاعت إبليس يدخل أرض كنعان. بس نعملها إزاي؟ تأمل جميل، حلو، كلمة الله، تأملات. عمليا يعني نعمل إيه؟ بصوا الجميل في ربنا، في الحياة المسيحية، في الحياة مع ربنا، في دورين، في دور إلهي ودور إنساني، ودايما الدور الإلهي أكبر من الدور الإنساني. وفي محبة ربنا وإنه عارف ضعفنا بيقول لي الدور الإنساني إيه، وبيقول لي هساعدك إزاي في دورك الإنساني. فقلب ربنا عايز يريحك من تعبك ومن انزعاجك، فقلب ربنا عايز يعلن نفسه ليك، فقلب ربنا عايزك تبقى مثمر وشبعان روحيا. ده اللي في قلب ربنا، بس هو مش هيفرض الحاجات دي عليك. في دور إنساني عليك عشان تختبر الأمور دي، ولو ما عملناش الدور الإنساني الدور الإلهي متعطل غير مفعل. مش هتختبر لا راحة ولا ثمر ولا تختبر حضور ربنا لو النهاردة ما عملتش الدور بتاعك. بس ربنا وهو بيقولك الدور بيقولك هتعملها إزاي. بسرعة، ثلاث شخصيات. التلاتة دول ربنا كلمهم، كل واحد كان تعبان في حتة، كل واحد في حتة من أرض كنعان ميسنج في حياته، مفقودة في حياته. ربنا قال له يعمل إيه وقال له المعونة الإلهية إيه. بيقول هنا في أول شخصية بسرعة يشوع، تكلم عن يشوع. في يشوع واحد بيقول له: موسى عبدي قد مات، قم الآن أعبر الأردن، هذا الأردن. تعرفين موسى في تثنية 34 مات، والشعب عمل عليه مناحة 30 يوم. شوف الجميل في ربنا انه بيرسي لمشاعرنا وضعفاتنا، عارف. سابهم 30 يوم يعيطوا على موسى، وبعدين راح ليشوع الحزين المكسور المهموم وقال له: يا يشوع موسى مات وانت حزين وانت مجروح وانت مكسور، وفي ناس كتيره وصينا موسى مات في حياتها. موسى ده قد يكون شخص، قد يكون حلم، قد يكون وظيفة، قد يكون عيلة، قد يكون بلد، معرفش مين موسى في حياتك، بس مات وانت حزين على موسى
ومش قادر تختبر الراحة ومش قادر تختبر الهدوء والسلام والطمأنينة. موسى مات وانت ما زلت تبكي موسى. ربنا بيقول لك موسى مات، واللي مات مش بيرجع. مش كده بيقول له يشوع؟ قوم. دورك عشان تختبر الراحة انك تقوم من احزانك، تقوم من خوفك. في ناس مربوطة بالماضي بأستك مشدودة، مش قادرة تختبر الراحة الروحية، مش قادرة تختبر التعزية، لأنها عمالة تقتر في الماضي وفي أحزان الماضي. وبيقول لك قوم. الدور بتاعك النهاردة تقوم وتقطع الأستك اللي بيشدك للماضي الورا. موسى مات. بتعيطي على إيه الأيام دي؟ إيه اللي عامل لك انزعاج جواك؟ ويا ناس اتكلمت معاكم يوم الجمعة عن كل وطاء يرتفع، ربنا عايز يشفي صغر النفس والجروح اللي فينا، لكن النهاردة ربنا عايز يشفيك من ماضيك، من الماضي الجميل اللي انت عمال تبكيه. ربنا موسى ده كان جميل قوي يا جماعة، قوي. موسى ده الحلم للشعب، ده اللي هيدخلنا الأرض، ده المقتدر في الأقوال والأفعال، ده اللي يطلع يقابل ربنا ووجهه يلمع كالشمس ويحط برقع، ده اللي بيقول لهم ده موسى. ومن غير موسى الحلم ضاع. ربنا بيقول لك موسى يموت لكن أنا مش بموت. طب أقوم إزاي ما أنا تعبان؟ ما أنت مش في ظروفي أسيس، تعمل تتكلم كلام وخلاص. أقوم إزاي؟ إزاي أقوم؟ ما ربنا برضو فوق بيقول لنا أقوم، بس نعملها إزاي؟ نخلص من الماضي بتاعنا إزاي؟ هقول لك تخلص من الماضي ازاي، واقول لك ربنا هيساعدك بايه. بس عايز اقول لك ان القضيه بتاعت يشوع ما كانتش قضيه ماضي فقط، كان حاضر. عنده ماضي عمال يبكي عليه، وعنده حاضر مرعب لما يبص على اللي ربنا بيقوله له. بيقول له قوم اعبر الاردن. الاردن ده صعب جدا، ده مش زي البحر الاحمر. ده البحر الاحمر كده سهل. ليه؟ لان البحر الاحمر الارض مستويه، ولو ربنا ما قالش لموسى اضرب بالعصايه وما عملش المعجزه الشعب هيفضل ماشي في الميه. اول ما الميه تيجي هنا ربنا ما عملش المعجزه نرجع، سهله. لكن الاردن المياه منحدره من فوق، يعني لو حطوا رجليهم في الميه وربنا ما عملش المعجزه باي، نتقابل هناك. حاجه مرعب. مش بس مرعب، ده ربنا طلب منه يعدي الأردن في وقت والأردن ممتلئ إلى جميع طبعا الأردن دلوقتي أي حاجة خلاص كده، يعني مع الاعتذار للزياد يعني الأردن خلاص حتة كده يعني ملوش أي معنى دلوقتي. بس زمان الأردن ده يقول عنه كتاب كبرياء الأردن، لما كان ممتلئ إلى جميع شطوطه بيتضاعف 10 أضعاف في الطبيعي. الأردن ده 10 متر العرض بتاعه. لما ربنا طلب منهم يعبروا الأردن كان 180 متر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا رب؟ تحديات. وفي ناس عايشة الأيام دي مرعوبة من التحديات اللي بتعيشها في البلد دي الأيام دي، مرعوبة من أخبار الدكاترة ومع أخبار الاقتصاد ومن الأشغال والعيال وهيتجوزوا ولا مش يتجوزوا ومستقبلهم. تحديات، مش عارفين هيعملوا ايه، مش قادرين يختبروا الراحة عشان الحاضر بتاعهم رعبهم. ده اسمع بقى اللي جاء أصعب. ده مش بس الحاضر، ده مخاوف المستقبل. ده ماضي، ده حاضر، ده مستقبل مفهوش حاجة بيضة اسود. ضفة تانية من الأردن مصيبة زي ما بيقولوا بالمصري. ده يشوع هيقابل 7 ملوك و7 أمم. ده داخل على حاجة صعبة جدا. ده موسى يعني كان هو ساترنا، او كان يطلع يقابل ربنا ويطمن يعمل اي حاجه، لكن انا هعمل ايه؟ في ناس لما تبص على بكره تلاقي اسود. دينا مؤمنين في مصر ايام الثوره طبعا، ولما جم الاخوان المسلمين اللي احنا بنصلي لهم بكل قلوبنا يبقوا اخوان برضو، كانوا مرعوبين. الأيام الجاية أيام سودة يا أسيس، الأيام اللي جاية أيام سودة. كان تجيلي تليفونات من هنا من كندا، ارجع يا أسيس ارجع، انت قاعد بتعمل ايه هناك؟ انت مش عارف الأيام الجاية شكلها ايه، انت مش عارف اعملوا فيكوا ايه. مخاوف من المستقبل، صح؟ مش قادرين نختبر الراحة لأن في ناس ماضيها شللها،
وحاضرها بيرعبها، أما مستقبلها بقى مطير النوم من عينيها، وقلق واكتئاب وأدوية، صح؟ بس ربنا بيقول لك قوم. أقوم إزاي؟ ما أنت ما عشتش قصة حياتي. ربنا عنده معونة ليك النهاردة. إيه المعونة اللي ربنا بيقدمها لك النهاردة؟ بص بيقول له إيه؟ كما كنت مع موسى أكون معك. عارفين إيه أقوى حاجة في الآية دي؟ موسى ده اللي العيون كانت متعلقة بيه، كان المفروض الطبيعي المنطقي كما كان موسى معكم أكون. لا، موسى ده بيموت، موسى ده محدود، أنا لا أموت، أنا غير محدود. زي ما كنت مع موسى وعملت موسى، هكون معاك يا يشوع وأعمل منك بطل وحررك من ماضيك وحاضرك ومستقبلك. أنا مش زي موسى، موسى لما يطلع يصلي إيديه توجعه، أنا إيديا مش بتوجعني فيهزم الشعب، أنا إيديا ما بتوجعنيش، أنا مش بموت، أنا البداية والنهاية، أنا الألف والياء، أنا حي الذي كان والذي يأتي، أنا الكائن. بيقولك أنا معك، بيقولك قوم النهاردة وأنا معك، مش هنساك في يوم، مش هغمض عيني وأقول النهاردة أنا مش فضيلك، مش هسد وداني وأقول النهاردة ما عنديش وقت أسمعك، أنا مش إنسان، أنا ربنا، أنا ربنا، أنا اللي عملت موسى وعملت فيه كده، أقدر أعمل فيك كده يا يشوع. ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدهر. أنت مش يتيم، أنت مش يتيم، أنت مش يتيمة، عندك إله حي موجود عايز النهاردة يدخلك أرض راحة تختبر فيها التعزية، تختبر فيها الراحة النفسية، تختبر فيها حتى الراحة الجسدية، تختبر راحة حقيقية لو عينك اتفتحت على القدير اللي بيقولك أنا معاك، أنا معكم كل الأيام. مش بس كده، مديك معونة تانية مهمة قوي، وهو بيقولك قوم. بيقول له إيه؟ قال لي يشوع إيه؟ لا يبرح صفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. بديك معونة كلمته، تعمل لي إيه كلمته؟ على رأي أخونا اللي كان بيقود الناس مش عارف بتقول إيه، قديمة قوي بقى لها أكتر من 2000 سنة، طبعا قديمة يا جماعة، كتاب قديم قوي ده، إحنا بتوع التويتر والفيسبوك وهات لنا حاجة جديدة كده، ده قديم قوي. بس عارف القديم ده مكتوب عنه إيه؟ ناموس الرب كامل يرد نفس كل حزين، كل مكتئب، كل مهموم. لما يقرأ كلمة ربنا، كلمة ربنا تعمل في إيه؟ ترد نفسه المكسورة الحزينة المشتتة، يريحك، يريحك. قرارات اللي مش عارف تعملها، في ناس مش عارف تعمل قرارات في حياتها، في ناس عايشة هنا مش عارفة تعمل، مش عارفة تاخد قرار في حياتها، مش عارفة تتكمل هنا ولا ترجع، تعمل إيه في العيال وخايفة على العيال، صح؟ المشاكل بتاعت الهجرة دي. مكتوب عن كلمة الله تصير الجاهل حكيما. ما أحوجنا إلى كلمة الله. كلام كتير في قلبي بس الوقت بيجري. ربنا عايز يدخلك أرض راحة، خلصك من ماضيك، الذكريات المؤلمة والجروح والأحلام اللي ضاعت، ويمشيك على تحديات الحاضر، ويحط رجلك في المستقبل بالإيمان. ما تخافش. حب قوي بولس وبيقول الكلمات دي، لأنني عالم بمن آمنت، عندي تاريخ، أنا بثق فيه قوي، عمره ما خذلني، عمره ما كذفني، عمره ما سبني، الجميع تركوني لكن هو لم يترك. لكل تعبان وسطينا النهاردة ربنا عايز دخلك إلى أرض الراحة. كمان مش بس ربنا عايز دخلك إلى أرض الراحة، ربنا عايزك تختبر حضوره. لما تختبر حضور ربنا، لغة الشكوى ولغة التذمر تختفي، ويبقى بس لسان حالك ولا حال لسانك تسبيح، تسبيح وشكر، وتبقى تقدر تقول كده مع المرنم، خير ورحمة يتبعانني، أنا بشكر ربنا لأن في كل يوم في خير ورحمة بيتبعاني كل أيام حياتي. في تكوين 35 ربنا قال لي يعقوب كلمات جميلة قوي، قال له روح واصعد إلى بيت إيل واصنع هناك مذبح
قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. عايز تختبر حضور ربنا؟ عايز تشوفه في مجده وجلاله وعظمته وسلطانه؟ الحاجات دي حلوه مش كده؟ عايزين نختبرها صح؟ حد نفسه يشوف المجد الالهي والاعلان الالهي؟ طريقه واحده ملهاش اتنين، مفيش بدائل ليها، هي طريقه واحده، أن تقم مذبح. يعني إيه مذبح؟ زمان في العهد القديم الشعب لا يستطيع أن يقترب إلى الله بدون المذبح، يعني ما ينفعش يدخل بيتهم في العهد القديم كده ويصلي، عايز يصلي يطلع من الخيمة يجيب كم حجر وكم طوبة ويعمل مذبح ويصلي ويقدم الذبائح بتاعته. من غير الشركة مع الله، من غير العلاقة الحميمة مع ربنا، لن تستطيع أن تختبر حضور الله. ونفس الكلام اللي قاله ليشوع بيقوله ليعقوب، قم. وكلمة قم معناها واحد قاعد ساكن، ساكت كده، واحد قاعد محبط، واحد قاعد مستسلم، واحد كده فقد كل أمل، واحد خلاص قال ده ربنا بعيد هناك، ربنا مش موجود، زي ما بيقولوا الأيام دي ربنا خلق الناس وسابهم يتصرفوا مع بعض، هو مش واخد باله من الكون دون. بيقول لك قوم النهاردة واعمل ليه مذبح في قلبك وارجع للعلاقة معايا مرة تانية. وده اللي ربنا طلبه من يعقوب. والمذبح ده بيقول حاجة مهمة قوي، حياة الصلاة وحياة الشركة مع ربنا بتقول إنه ربنا أولوية في حياتي، مش نمرة واحد مقرر ولا واحد بشرطة ولا يجي بعدين نمرة اتنين وتلاتة، لا 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 لا. حياة الصلاة، حياة الصلاة مش الشحاتة، خلي بالك في فرق كبير بين الشحاتين وبين المصليين، فرق كبير بين الاتنين. في ناس تدخل محضر ربنا تشحت من ربنا، ادينا واعمل لنا وعيالنا وجوزنا ومش عارف ايه واشغلنا والبيت وا 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 ونشكرك خلاص. دي طائفة الشحاتين، طائفة معروفة، وأغلب المصلين شحاتين. بس هنا مش بيتكلم عن الشحاتة، هنا مش بيتكلم عن الشحاتة، هنا بيتكلم عن الأولوية والشركة والعلاقة. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب أطلب، اطلبوني اطلبوني، ما تطلبوش مني. احنا عندنا مشكلة في التوبة، احنا ما بنعرفش نتوب، بدليل ان بنقعد نتوب عن نفس الحاجه 1,900,000 مره. نقعد نتوب 3 4 5 سنين عن نفس الموضوع، ليه مش بنتوب؟ ليه ما فيش تغيير؟ ليه مش بتوب عن حاجه جديده؟ بتوب عن نفس المصيبه ليه؟ عارفين ليه؟ عشان العلاقه مع الله، عشان الشركه مع الله. عارفين المذبح ده يخليك تتوب بحق وحقيقي؟ فين لما يعقوب ربنا كلمه قال له اعمل مذبح، ايه اللي حصل؟ راح جاب ولاده وقال لهم اعزلوا الآلهة الغريبة وأبدلوا ثيابكم. في اللقاء الحقيقي بربنا، ربنا يعمل إيه؟ زي ما بيقول أرميا كده، توبني فأتوب. في اللقاء الحقيقي بتشوف القداسة وتشوف الطهارة وتشوف نجاستك وتقول أنا ما أقدرش أفضل في الصورة دي، أنا هتوب بجد وهعزل الآلهة الغريبة، هي دي التوبة. في اللقاء بربنا تقدر تتوب بجد. لكن في اللقاء اللي كده صورة من بره، هذا الشعب يعبدني بإيه؟ أما قلبه بعيدا، لأنه مش بيطلبني، مش فاهمني. في المذبح بعرف أتوب، مش بس كده، في المذبح كمان لغة التذمر والشكوى اللي كنت بقول عنها، المؤمنين بتوع البرية بيشكروا ربنا. بصوا بيقول إيه يعقوب لولاده، وأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق. لما بتقابل ربنا بتشوف إحسانات الرب وتشوف تعاملات الرب، وتقدر تقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. والتذمر والشكوى والمش عارف إيه تختفي من حياتك. لقاء ربنا بيفرح، لقاء ربنا يريح. أرض الموعد فيها لقاء مع ربنا، تختبر حضوره، مش بس كده، تختبر أمانه، تختبر الأمان فيه. يقول هنا يعقوب وهو في عدد 5 بيقول ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. احنا عندنا حاجات كتيرة بترعبنا في حياتنا بنخاف، بس في اللقاء مع ربنا، لما ربنا بيكون أولوية في حياتنا، لما بنتقابل مع المجد الإلهي، لما بنشوف أعمال الله في حياتنا، قلبنا بيمتلئ بالإيمان. بس في حاجة مهمة أو بتحصل ما بناخدش بالنا منها، فين الواحد وهو ومراته لما بيقعدوا مع بعض يبقوا شبه بعض كده شويه مش كده؟
يعني تقول ايه ده انتوا قرايب صح؟ كل ما تشوف اتنين انتوا كنتوا قرايب؟ لا، هو من كتر العشره والشركه الحقيقيه صورتهم بقت شبه بعض. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان حضرتك وانت ماشي في هذا العالم الشرير صورتك بتبقى زي صورته، فمخافته ومهبته عليك فيخافوك، فلم يسعوا وراء بني يعقوب. ليه؟ لما عملوا المذبح مخافته ومهبته كانت عليهم، فلم تدنوا ضربه من خيمته. وده اختبرنا الايام دي في مصر، في عز الثوره وفي عز اللي مش عارف اللي بيجرى ايه وهيعملوا فيكوا وهيسووا فيكوا، يا اخي تمشي كده؟ هم في الحكم بس احنا ماشيين عاملين كده. في المهابه عليك، في المهابه عليك. في كلمه بالمصري كده بيقولوا ثبته. عارفين يعني ايه ثبته؟ المصريين يفهموا الكلمه دي، يعني تبقى ماشي كده يشوفك يا اخي يتثبت. ده اللي حصل مع المسيح، لما رأوه رجعوا إلى الوراء. مخافة ربنا تبقى عليك، العلاقة الحقيقية مع ربنا تعمل كده في حياتك. اللقاء بربنا في المذبح، لقاء الشركة الحقيقي يعزيك. يقول كده أنه مرضعة رفقة ماتت في نفس الأصحاح وتعزوا. لما نعمل مذبح حقيقي في حياتنا وفي بيوتنا والكنائس بتاعتنا يبقى فيها مذبح لربنا، مش جايين نلعب كنيسة، مش جايين نعمل برنامج وأنشطة، جايين نقابل ربنا بجد، تحصل الحاجات دي معنا. الخاطئ يتوب بجد، المستعبد يتفك بجد، واللي خايف يشعر بالأمان بجد لأن ربنا موجود، والمتذمر يشكر ربنا. بسرعة آخر واحد علشان تثمر. ربنا برضو قال له قوم، يشوع قال له قوم، يعقوب قال له قوم، يونان قال له قوم. ناس كتيرة بتسأل إرادة ربنا إيه في حياتها؟ كل واحد عايز يعرف إرادة ربنا صح؟ أنت عايز إيه يا رب مننا؟ يونان أعتقد أنه سأل ربنا وقال له أنت عايز إيه؟ فقال له عايزك تروح نينوى المدينة العظيمة لأن شرهم قد صعد إلي. فرح هو ترشيش. مش عارف أنا قلت لكم أنت ولا كنت بقول؟ أنا دلوقتي بقى معاد نومي جه فكله داخل في بعض، وكنت بقول لمين يعني؟ حضراتكم مش جايين هنا هجرة، يا رب تبقى فاهم اللي أنا بقوله. حضرتك مش جاي هنا مهاجر، أنت مش مهاجر، فاهميني عايز أقولي؟ حضرتك ربنا بيبعتك للبلد دي. فاكرين يوحنا كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور، جاي يقول هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العمل. حضرتك مش مهاجر في البلد، حضرتك مرسل من الله لأن شر هذه المدينة قد صعد إليه، وانت عاقر والكنيسة عاقر. للأسف للأسف كنيسة المهجر عاقر، حاجة كسر قلب ربنا قوي. ربنا ما عندوش أولاد، ما بيجيبوش أولاد، ما عندوش حد كده. مصيبة المصايب الكنيسة اللي بين الأسوار، مصيبة مصيبة مصيبة. المؤمن اللي قاعد في بيتهم متدفي بيسمع النيوز يقول يا حرام متبهدلين في سوريا، يا حرام متبهدلين في مصر. انت مش موجود هنا مهاجر. من النهاردة اقول انا مرسل من الله لهذه المدينة، ويا كنيسة ويا خدام، كنايس مش كنايس مهجر، احنا كنايس مرسلة للبلاد دي عشان شر المدينة دي مريال صعد إليه. مشكلة في ان انا ابقى عندي سمر اني خايف، اني مش حاسس بالامان، فعايز أأمن حياتي، عايز أشبع نفسي الأول جسدياً وبعدين أبقى أشبع قلب ربنا بالناس. بس ما بيجيش كده خالص، مش دي المعادلة الإلهية. في لقاء أشعية أو لقاء ربنا بأشعية في أشعية 6 جزء المشهور اللي قال قدوس قدوس، ربنا سأل سؤال وبسأله ليك النهاردة. ربنا سأل أشعية سؤال وبسأله ليك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ زمان وأنا في المدرسة صغير، كنت في مدرسة مسيحية، فكان عندنا مس سلوى كانت تقول لنا اللي هيجاوب من غير ما يرفع إيده
هقطعها له. المدرسة المسيحية كانت كده مربينا، فكنا لما تسأل سؤال وعايزين ناخد الدرجة نعمل عندنا في مصر نعمل كده، فهي ما تبقاش عارفة عايزين نجاوب عايزين نروح الحمام، احنا عايزين نجاوب. أنا أعتقد ربنا لما سأل السؤال ده إشعياء قال له أنا وأتمنى من قلبي النهاردة السؤال ده الروح القدس اللي بيسأله لك ترفع إيدك النهاردة تقول له أنا. ده اللي كان بيحصل في أعمال الرسل، تقرأ أعمال الرسل كانوا يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، حتى في أعمال 5 هددوهم. عارفين بعد ما هددوهم إيه اللي حصل؟ ذهبوا فرحين لأنهم حسبوا أن يهانوا من أجل اسمه. عملوا إيه بعدهم بقى بعد ما فرحوا؟ وظلوا يبشرون في البيوت وفي الهيكل بقيامة الرب يسوع. ربنا عايز يدخلك أرض الراحة، ربنا عايز يدخلك أرض اختبار حضوره، ربنا عايز يستخدمك ويثمر فيك وبيك لمجده. تتجاوب مع صوته النهاردة؟ عايز يطلعك من مصر من أرض العبودية، عايز يطلعك من البرية أرض الشكوى، عايز يطلعك من أرض السبي إلى كنعان، إلى راحة، إلى مجد، إلى استخدام. اسمحوا لي نغمض عينينا وناخد وقت في الصلاة. أنا ما أعرفش أنت واقف فين، في أي مرحلة، أنت لسه في مصر ولا في البرية ولا في السبي. أهم وقت في الاجتماع ده الوقت اللي هتكلم فيه ربنا، الوقت اللي هتتجاوب مع النداء الإلهي. سواء كنت في مصر مستعبد مذلول طين ولبن وعبودية قاسية، النهاردة يمكن اليوم يكون يومك، يوم رحمة، في يوم يريحك الرب من أتعابك، يمكن يكون ده اليوم، ومن انزعاجك كل مخاوفك من العبودية القاسية التي استعبدت بها، يمكن ده يكون يومك، يمكن ده يكون يومك اللي يغير فيه اللغة بتاعتك من لغة التذمر للغة الشكر لأنك بتقابله. قم. قال يشوع قوم من ماضيك، من حاضرك، من مخاوف المستقبل إلى أرض الراحة يا يشوع، إلى أرض الراحة. أنا هعدي بيك الأردن الصعب، أنا هقابل معاك الملوك والأمم، ما تخافش. أنا مش زي موسى، أنا أعظم من موسى، أنا أعظم من موسى. راحتي يا رب حق أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك. وانت بتعاني من ماضيك، وانت بتعاني من حاضرك، وانت خايف من مستقبلك، بيقولك أنا مش نسيك. قوتي يا مسيحي يا حبيبي.
غمض عينك في اللحظات دي. ممكن النهارده تتقابل مع ربنا، هو عايز يقابلك، هو موجود عايز يقابلك، عايز يريحك، عايز يريحك، عايز يشبعك، عايز يملى حياتك بتسبيحة، مش عايزك تبقى متذمر وتعبان وحزين وخايف، مش دي مشيئته ليك. مش كده؟ في اللحظات دي كلم ربنا على اللي جواك، هو حاسس بيك وعارف تعبك وعارف مخاوفك. كلمه، كلمه، استغل الفرصة دي وكلمه. مش عايزين نروح من غير ما نقابله. أعظم 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 لقاء إنك تقابله. ما عندكش حل تاني، هتفضل تعبان، تفضلي تعبانة طول ما تبكي الحلم بتاعك. طول ما بتبكي موسى هتفضل تعبان. موسى بيموت، موسى بيموت، موسى محدود، موسى ما عندوش إمكانيات، هو مش محدود، هو إمكانياته بلا حدود. يشوع ده عبد، ابن عبد، سلسال العبيد بيجري فيه 400 سنة. اللي عمله بالعبد أكتر بكتير من اللي عمله بموسى ابن الناس اللي متربي في القصر. بس الموضوع مش في الإنسان، الموضوع في هو، هو اللي يعمل. مش كده النهاردة في اللحظات دي، في الوقت ده، خليك صادق، خليك صادقة. مش مهم نتأخر ربع ساعة تاني والنص، مش مهم. يمكن الربع ساعة اللي جاية دي تغير حياتك كلها وتشفى فيها. حبيبي لو أرضي كل مكان.
نساني زي حبيبي يسوع. دورت في كل مكان، دورت في كل مكان، من يفسح دمع عيوني إلا يسوع الحبيب، دمت علشان على الصليب بقلبي في عز جراحه إلهي هو الطبيب، بقلبي في عز جراحه إلهي هو الطبيب، إلهي هو جمال بارع. الصليب ليه؟ يقول كده في سفر العبرانيين: من أجل السرور الموضوع أمامه. أنت وأنا السرور بتاعه، مش كده؟ راح مستهينا بالخزي. هو السرور بتاعك يا ترى؟ لما بتبص على الصليب بتقول له أنت سروري؟ هو بص علي قال لي أنت تستاهل يا سامح. أنت بتبص عليه تقدر تقول له أنت تستاهل يا يسوع، أديك العمر والحياة. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هو بيقول لك انت تستاهل، حتى لو انت شايفه ما يستاهلش، هو بيقول لك انت تستاهل. من اجل السرور الموضوع امامه. انا تخيلوا، انا المجرم، هو يجي لي يصالحني، انا اللي غلطان في حقه، انا اللي اروح له؟ لا، هو اللي جاني عشان بيقول لي انت تستاهل، وبيقول لك انت تستاهل. مش كده؟ ارجوك في اللحظات دي قول له انت السرور بتاعي يا رب، انت السرور، انا جاي اختارك النهارده. عايز واحنا بنرنم مع لولو، مش عايزك تروح من المكان ده زي ما جيت، بجرحك، بتعبك، بفشلك، باحزانك، بماضيك، بمخاوفك، بعبوديتك. ولولو بترنم، زياد وانا هنصلي مع الناس. اللي عايز يجي هنا ومحتاج صلاه، محتاج صلاه، في وقت الصلاه دون ربنا يشفي ناس وسطينا، يشفي جروحهم ويشفي ألمهم ويشفي امراضهم ويكسر القيود على حياتهم، ويخشوا إلى أرض كنعان، أرض الراحة وأرض اختبار حضور ربنا اليومي وأرض الصبر. لو ده احتياجك النهاردة، لو أنت محتاج لللمسة الإلهية دي النهاردة، ولولو بتقودنا في التسبيح، تعال هنا عايزين نصلي معاك، تعال هنا. وأدعو القسيس فادي كمان يجي يصلي معانا. أنا نفسي النهاردة ما تروحش زي ما جيت، لكن النهاردة صلي قول يا رب المسني النهاردة، المسني، تكسفش وما تترددش،
لو عايز تصلي تعالى ما تتكسفش. أقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية
Please,
لمسة روحك تغيرني. أيوة. وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. وأنا محتاج يا يسوع دمك. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف
صلي صلي في اللحظات دي وانت قاعد صلي. صلي يسوع موجود، صلي يشفيك، صلي يلمسك، صلي يحررك. يسوع موجود، يسوع موجود، صدق. على قلنا، على أولادنا، على بيوتنا، على كنايسنا. يا رب يا رب، لمسة زيارة يا رب منك. امكث فيما بيننا يا رب، تكون قلوبنا مكان راحة لشخصك. أمين. ابصم يا رب بصمة جديدة في حياتنا، ده تدوم يا رب، تدوم برهان الروح القدس يا رب. حوت علينا بذل جناحك، سيطرة كاملة من روحك على حياتنا. ملناش فيها يا رب، ملناش فيها، انت اللي ليك الحق فينا يا رب. يا من احببتنا وموت لاجلنا، نرفع علمك عالي على حياتنا، علم الحب يا رب، علم الحب، علم النصرة يا رب. رجلينا على صخرة يا رب عشان عملك فينا. يا من اصعدتنا من جب الهلاك، من طين الحمقى، اوقفتنا على صخرة ووضعت في افواهنا ترنيمة جديدة جديدة تمجد اسمك، لتكون حياتنا تسبيحة لاسمك. نفسي واحنا بنختم الاجتماع نقف كده، هنقول ترنيمتين مع لولو وزياد. هنقول استيقظي، هنادي على الكنيسه في مونتريال، استيقظي يا كنيسه وقومي وعيشي دعوتك. وانت مش مهاجرين، مش مجموعه مهاجرين، انتوا مجموعه مرسلين. مش هنعمل كنيسه جوه الجدران، هنبقى كنيسه بره في الشوارع، هنذهب ونكلم الناس عن كم صنع بنا ورحمنا. عشان كده هنقول الكلمات دي بالنبوه، استيقظي. وبعدها هنختم بشعار عايزينك، وعايزينك، وطالبينك. امين. استيقظي استيقظي، البسي عساكين يا محبوبة، البسي ثياب جمالك. استيقظي استيقظي، البسي عساكين يا محبوبة، البسي يا بجمالك. أنا هو معصيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو معصيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مفدية، انفكي وعودي من سبيك. انتفضي من التراب وخذي مكانك يا مفدية، انفكي وعودي من سبيك. أنا هو معصيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو معصيكم، أنصت لي يا شعبي ويا أمة إسرائيلي، قد أعلن خلاصي وذراعي تحكم لي. أنصت لي يا شعبي ويا أمة إسرائيلي، قد أعلن خلاصي وذراعي تحكم لي. أنا هو معصيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو، أنا هو معزكم، أنا هو الحي إلى الأبد. لا أنساكي، لا أنساكي أبدا، على كفي نقشتك، أصورك دائما أمامي فأنت لي. لا أنساكي أبدا، على كفي نقشتك، أصوارك دائما أمامي فأنت لي. أنا هو معصيكم، أنا هو الحي إلى الأبد. معانا أنا هو معصيكم،
وأوسعي خيمتك وامتدي وامتلكي. ترنمي وانشدي وافرحي وهللي، وأوسعي خيمتك وامتدي وترنمي. ترنمي وانشدي وافرحي وهللي، وأوسعي خيمتك وامتدي ترنمي. ترنمي وانشدي وافرحي وهللي، وأوسعي خيمتي وامتدي وامتلكي. ترنمي وانشدي وافرحي وهللي، وأوسعي خيمتي وامتدي وامتلكي. أنا هو معزكم، أنا هو الحي إلى الأبد. آتي بك وبنسلك إلى شباب كرسي، فيفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي. آتي بك وبنسلك إلى شباب كرسي، فيفرح ويهتف إلى الأبد في مظلتي. أنا هو معزكم، أنا هو الحي إلى الأبد. أنا هو معزكم، أنا هو الحي إلى الأبد. عايزينك يا يسوع، عايزينك يا يسوع، طالبينك يا يسوع.
أعظم أعظم صلاة، أعظم صلاة تصليها وتطلع بيها من الثلاث أيام دول، تقول له عايزينك، أنا عايزك يا رب، أنا عايزك. كل الإيفنت ده معمول عشان أنا وإنت نقول له عايزينك، ودي أعظم حاجة تطلع بيها من الأيام دي. واللي بيطلب ربنا بجد ربنا بيجي له بجد. يقول كده: من يقبل إلي ما يأخذ. اللي عزني ما ينفعش أقول له لأ. في ترنيمة معلش أأخركم، نفسي نرنمها. آه أنتوا نمتوا مني ولا إيه؟ ده إحنا ده أنا دلوقتي 3 الصبح ولا 4 الصبح بالنسبة لي. آه وإيه؟ لأ مرة تاني، آه وإيه؟ أمين. على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك والتعبد غيرك، ناس تانيين تشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس تانيين تشتاق لك وتتمنى تجيلك، وناس هنا عايشين لك عينك عليك وعايزينك وحبينك، تيجي بلدنا الثاني تيجي بيوتنا الثاني، تيجي بلدنا الثاني تيجي بيوتنا الثاني، بنروح بنجيلك بنروح بنجيلك، في ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، ناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلامهم، ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، ناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلامهم، والروح بيضمي وماتي في كنيستك من غيرهم، والروح بيضمي وماتي في كنيستك من غيرهم، وناس عمدا وحصارة ومنار منهم وعايزينك يا رب وحبينك وعايزينك وحبينك، تيجي بلدنا الثاني تيجي بيوتنا الثاني، تيجي بلدنا الثاني تيجي بيوتنا الثاني، بنروح بنجيلك بنروح بنجيلك، نشهد نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا، نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي من إنجيلك، نحمي من إنجيلك، نحمي من إنجيلك، وانت اللي حامينا. على سوريا تاني، على فلسطين تاني، وعلى العراق تاني، وعلى الأردن تاني، المغرب العربي تاني،
قطر بحرين تاني وعلى الإمارات تاني وعلى السعودية تاني مكة المدينة تاني بالروح بنشيلك بالروح بنشي قول معانا عايزينك يا رب من القلب هيجي على كنيسة تاني عالخدام تاني مسحة مضعفة تاني بالروح القدس تاني وعالشباب تاني وعالصبايا تاني عفة وطهارة تاني عفة وقداسة تاني بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك تاني وعالفريق تاني قسيس سامح تاني مسحة مضاعفة تاني وعلى شادي تاني وعلى الكرمة تاني وعلى لولو تاني وعلى الفريق تاني وعلى جمعنا تاني بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك وعلى المشاهدين تاني أمين. أمين اسم الرب أمين. يسوع أمين. نفسي نختم بالصلاة بس نفسي أطلب منكم حاجة وإحنا بنصلي لو واقفة جنبك مراتك امسك إيدها لو جوزك واقف جنبك كلبشي في إيده ولو صاحبتك جنبك امسكي إيديها ولو صاحبك جنبك امسكي عايزين نصلي النهاردة أمين يا رب أنا بشكرك عشان كل واحد واحدة موجودين في المكان دوان أشكرك لأنك إيدك بالبركة عليهم يا رب أشكرك من أجل كل عيلة ممثلة هنا كل زوج وزوجة يا رب أنا بصلي أن العلاقات الزوجية تشفى باسم المسيح يا رب جدد الحب بينهم مرتين يا رب واملأ البيوت بسلامك واملأ البيوت بحضورك يا رب احنا بنصلي ضد كل عمل لعدو الخير على كل علاقة زوجية على كل أسرة باسم المسيح لا تنجح بدايات جديدة للعائلات يا رب أنا بشكرك احنا طالبينك وعايزينك للبيوت الايام دي يا رب تحل بسلامك يا رب ترجع البسمه والفرحه مره تاني للبيت يا رب ترجع العلاقه الاولى والحب الاول مره تاني انا بشكرك مذبح ليك في كل بيت ممثل هنا يا رب تكون انت الاولويه باسم المسيح يا رب اشكرك عشان الاولاد والبنات والشباب اولادهم ليك يا رب اولادهم ليك ايدك عليهم بالبركه بالمسحه ينمون في النعمه والقامه والحكمه كيسوع المسيح يا رب كندا ما تعيش فيهم يا رب لكن يعيشوا في كندا نور وملح ليك باسم المسيح تعال للخدام في البلدين ايدك عليهم بالمسحة بالبركة بالاستخدام انت اقمتهم هنا يا رب استخدمهم باسم المسيح كنايسنا رب بكل طوائفنا الأرثوذكسية والكاثوليك والإنجلية حضور غير عادي ليك يا رب انهض الكنيسة الأيام دي انهض الكنيسة احنا في الزمن الأخير زمن الافتقاد يا رب انا بشكرك أشكرك عشان الثلاث أيام دول احفظ تأثيرات يا رب حضورك وسطينا كل كلمة كلمتنا فيها بصورة شخصية أو بصورة جمعية كأفراد كأزواج وزوجات ككنيسة احفظها فينا يا رب احفظها فينا اسمعنا يا أبانا وإحنا ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوى والمجد إلى الأبد آمين وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة ومحبة وعطية ومواهب الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين